الرئيسية من الإخبارية السورية في دمشق. نشرة الأخبار مع رنا إسماعيل. البداية مع العناوين. وحدات من الجيش توجه ضربات لتجمعات إرهابي داعش بدير الزور وتحبط هجوما للتنظيم التكفيري على محور البانوراما. أزمة مشيخات الخليج تتصاعد وألمانيا تحذر من تحول النزاع إلى حرب. الجيش العراقي يقترب من تحرير كامل مدينة الموصل. السلام عليكم مشاهدينا، وإلى تفاصيل الرئيسية. الإخبارية السورية تواكب لحظات وصول الجيش العربي السوري إلى الحدود العراقية ورفع العلم السوري عند الساتر الترابي، حيث كانت الإخبارية القناة الوحيدة التي واكبت العملية العسكرية وقامت بتثبيت أو تثبيت القواعد عند الحدود. مفدى الإخبارية ربيع عديلي والتفاصيل. عبر البادية المترامية الأطراف نرافق وحدات الجيش العربي السوري في طريقه نحو الحدود العراقية السورية. 20,000 كيلومتر مربع استعادها الجيش في المرحلة الأولى من عملية فجر الكبرى، عملية استمرت لأكثر من شهر ونصف. تمكن خلالها الجيش من تحقيق السيطرة على ما يقدر ب40% من مساحة البادية وعزل التنظيمات الإرهابية في الداخل السوري عن الحدود ومنع داعش الإرهابي من الوصول إلى الداخل السوري نهائيا. عبر هذا الطريق تقدم الجيش من نقطة ظاظة باتجاه معبر التنف. بداية التوجه للحدود كانت الأعقد، فمع كل تقدم للجيش وانسحاب للإرهابيين كان التحالف الأمريكي يتدخل لعرقلة الحرب على الإرهاب عبر المناشير أو توجيه الغارات الجوية لوحدات الجيش المتقدمة. مع وصول القوات إلى أقرب نقطة للحدود على طريق التنف، كان الجيش من محور آخر يخطط لتنفيذ أكبر عملية التفاف تصل الحدود العراقية بالسورية. مع وحدات الجيش تقدمنا عبر الطريق الترابي الذي تم شقه باتجاه الحدود العراقية. عملية المسير في نطاق ضيق يمتد عرضا بحدود 30 كيلومتر وأكثر من 40 كيلومتر طولا في بادية مفتوحة لها محاذيرها. الأعداء على كثرتهم انسحبوا تحت وقع ضربات الجيش وزحف إلى الحدود العراقية. عند الساتر الترابي على الحدود تصل الإخبارية كأول وسيلة إعلامية إلى هذه النقطة. عند الحدود السورية العراقية هنا أول نقطة في أبطال الجيش عند هذا الساتر الترابي. ترون معي في الصورة نقاط الرصد لعناصر الجيش العربي السوري أيضا عند هذا الساتر الترابي. طبعا أذكر أن السيطرة على هذه النقاط تعتبر نهاية فاعلية معبر التنف والتسلل من جهة الحدود الأردنية. هنا يحتفي جنود الجيش بهذا الإنجاز
بينما تقوم وحدات أخرى بتثبيت وتدشيم مواقعها عند الحدود العراقية السورية، معلنة قرب فتح الطريق البري الواصل بين أشقاء المصير والحرب على الإرهاب في دمشق وبغداد. من الحدود العراقية السورية، ربيع ديبي عدنان جمعة، الإخبارية السورية. وحدات من الجيش العربي السوري تستهدف تجمعات وتحصينات تنظيم داعش الإرهابي بمحيط البانوراما في دير الزور ومحيط جبل الثرد، ما أدى لمقتل أكثر من 40 إرهابيا وإصابة عدد آخر. المشهد الميداني في هذا التقرير. خطوات كبيرة ينجزها الجيش العربي السوري على درب تطهير الأرض من دنس الإرهاب. تحول استراتيجي تمثل في سيطرة الجيش والحلفاء على مساحات واسعة في البادية السورية ووصولهم إلى الحدود العراقية. إنجاز المرحلة الأولى من العمليات العسكرية في البادية السورية وتمكن القوات من الوصول إلى الحدود مع العراق الشقيق شمال شرق التنف تحقق بعد السيطرة على عدد كبير من المواقع والنقاط الاستراتيجية في عمق البادية بمساحة 20,000 كيلومتر مربع منذ بدء العمليات بعد القضاء على المئات من تنظيم داعش الإرهابي. الإنجاز في البادية والذي يشكل قاعدة انطلاق لتوسيع العمليات في المنطقة يضيق الخناق على ما تبقى من مجموعات داعش الإرهابية ويقطع خطوط إمداد التنظيم على أكثر من اتجاه. وفي محور شمال شرق تدمر، وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة سيطرت على عدد من التلال والمواقع الحاكمة في محيط آرك للغاز بعد تكبيد إرهابي داعش خسائر بالأفراد والعتاد. عمليات تستمر على أكثر من محور في دير الزور، دمرت وحدات من الجيش بتغطية من الطيران الحربي تحصينات وتجمعات لداعش في محيط منطقة البانوراما وكازية الإيمان والثردة ومفرق الثردة وتلة علوش وحي العرفي وقرية جنينة. النظام الأردني يعلن مقتل 5 أشخاص برصاص قواته على الحدود مع سوريا. مصدر عسكري مسؤول في القوات الأردنية ذكر أن قوات حرس الحدود تعاملت مع 9 سيارات حاولت الاقتراب من الحدود الأردنية عن طريق معبر التنف باتجاه الأراضي الأردنية، مضيفا أنه نتج عن ذلك مقتل 5 أشخاص وتدمير سيارة ودراجتين. يذكر أن النظام الأردني تورط بدعم التنظيمات الإرهابية في سوريا وسمح بتسلل الإرهابيين عبر الحدود وأدخال الأسلحة والذخائر لإمدادهم على مدى السنوات الماضية. استقبل المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء السفير الإيراني في دمشق جواد تركبادي وبحث معه تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات لا سيما في القطاعات الاقتصادية. وأعرب المهندس خميس عن تقدير الحكومة السورية لمواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية الداعمة لسوريا في ظل الحرب الإرهابية التي تتعرض لها وتقديم كل أشكال الدعم للشعب السوري، معتبرا أن التحدي الأكبر هو الحرب الاقتصادية على الشعب السوري، ما يتطلب تطوير العلاقات إلى مستوى متقدم في جميع المجالات. من جانبه أوضح سفير تركبادي أن العلاقات بين سوريا وإيران مثال يحتذى للعلاقات المتميزة والاستراتيجية بين الدول ذات المصير المشترك، معتبرا أن وقوف إيران إلى جانب سوريا يعني الوقوف إلى جانب قضيتنا المشتركة التي تمثل الحق. ما زال قطع العلاقات والحصار الخليجي المفروض على النظام القطري يرخي بظلاله على رعاية الدول المعنية بهذه الفوضى. خلف هذه الصورة حيكت المكائد ودبرت الأفخاخ كي يتصدر كل عضو من أعضاء هذا المجلس المشهد السياسي كتابع أول للولايات المتحدة الأمريكية، فقد آن الأوان كي تلدغ الأفعى نفسها. الإعلام التابع للنظامين المتصارعين فتح نيرانه دون حدود ليكشف عن أحقاد دفينة لطالما حاول إخفاءها. شخصيات متطرفة من دول عربية مختلفة أعلنت تأييدها لقطر بعد قطع دول خليجية وعربية لعلاقاتها الدبلوماسية معها. السمة المشتركة بين هؤلاء أنهم جميعا كانوا يتلقون الدعم المالي والإعلامي من الدوحة.
ورغم أن اتهامات النظام السعودي ومن في صفه للنظام القطري بدعم الإرهاب لا تنفي عن الأول تورطه بتمويله، إلا أن ما نتج من قطع للعلاقات والحصار الخليجي على النظام القطري ما زال يرخي بظلاله على رعاية الدول المعنية بهذه الفوضى. وسائل التواصل الاجتماعي كانت كفيلة خلال أيام الحرب الخليجية الشعواء المستمرة بإظهار جوانب من ما يعانيه رعاية الدول الخليجية المتنازعة، وجديدها مقطع فيديو لسيارة محطمة تعرضت لحادث كبير في السعودية، وقد كانت هذه السيارة متوجهة من الرياض باتجاه مركز الدوحة، حيث رفض السعوديون استقبال القطري أو مساعدته. وفي حادثة أخرى، لم يتمكن أفراد أسرة مواطن سعودي دفن في قطر من حضور مراسم دفنه بعد منعهم من قبل سلطات النظام السعودي. دول الخليج الداعمة للإرهاب لم تصدر لبلادهم الإرهابيين وتجعلها عرضة لأي عملية من هذا النوع فقط، بل كانت وبالا على رعاياها. ففي هذه الدائرة الخليجية يعيش السكان متخبطين بقرارات حكامهم. إلى ذلك، حذر وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل من أن الأزمة بين ممالك ومشيخات الخليج من جهة ومشيخة قطر من جهة أخرى قد تقود إلى حرب. الوزير الألماني قال أن المحادثات التي أجراها في الأيام الماضية مع نظرائه من السعودية وقطر وتركيا، وكذلك اتصالين هاتفيين مع وزيري خارجية إيران والكويت، أوصلته إلى هذه المخاوف. علاقة العدالة والتنمية بالإخوان علاقة أيديولوجية لا سياسية. المعارضة تطالب النظام الحاكم بقطع علاقته بالإخوان وطرد عناصره من تركيا، وآخرون يطالبون أردوغان بإرسال ابنه بلال إلى قطر إن كان يخشى على تميم إلى هذا الحد. أسامة شحوت. الاصطفاف التركي مع قطر وقرار أنقرة بإرسال جنودا إلى الدوحة لا ينبع من أي حسابات سياسية، بل نابع من حسابات أيديولوجية بحتة. حزب العدالة والتنمية الحاكم حاليا في تركيا هو فرع من جماعة الإخوان التي تأويها قطر، ورغم مطالبة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو الحكومة التركية بطرد أفراد جماعة الإخوان الموجودين داخل تركيا وقطع العلاقات مع هذا التنظيم الإرهابي مباشرة، محذرا من الوضع الذي ستزج فيه تركيا حال امتناع السلطات التركية عن اتخاذ هذه الخطوة. إعلان النظام الحاكم في تركيا نيته إرسال جنود أتراك إلى القاعدة العسكرية التركية في الدوحة لحماية تميم وعائلته حسب القرار الذي مرره البرلمان بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم، دفع المعارضة التركية للتحرك والوقوف في وجه هذه الخطوة المبنية على اعتبارات أيديولوجية، مطالبين أردوغان بإرسال أبنائه إلى قطر إن كان يخشى عليها إلى هذه الدرجة. النائب عن حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض علي حيدر حقفاردي، وفي كلمة له في البرلمان بشأن قرار إرسال قوات عسكرية إلى قطر، أشار إلى أداء أحد أبناء أردوغان الخدمة العسكرية لمدة 3 أشهر فقط، في حين لم يؤدي نجله الآخر بلال الخدمة العسكرية أصلاً، متسائلاً ما إذا كان أردوغان سيرسل نجله بلال إلى قطر أسوة ببقية أبناء الشعب التركي. ولمناقشة آخر التطورات ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور حسام شعيب. دكتور حسام، أهلاً ومرحباً بك بداية. مرحباً بكم وتحية لمشاهديكم الكرام. أبدأ معك من إنجازات الجيش العربي السوري ووصول الجيش العربي السوري إلى الحدود السورية العراقية. أهمية هذا الإنجاز، وإلى أي حد نحن أمام إنجاز استراتيجي ونقطة فاصلة في الصراع ضد تنظيم داعش الإرهابي أو هذه الحرب ضد تنظيم داعش؟ لا شك أننا عندما نتحدث عن وصول الجيش العراقي والجيش السوري إلى الحدود المشتركة بين البلدين، فإن ذلك يشكل نكتة جديدة لتنظيم داعش الإرهابي المدعوم أساساً من الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الاستخبارات الإسلامية، تحديدا لو تحدثنا عن السعودية ودول أخرى كقطر وحتى تركيا. وبالتالي هذه الانتكاسة الجديدة هي التي سببت الانتكاسات في اختلاف محور الشر ومحور الشيطان، ورأينا هذا الاختلاف قد انعكس
على الخلاف السعودي القطري وعلى الخلاف القطري الأمريكي. هذا إن جلت يدل أولا على صمود الدولة السورية وأيضا إدراكها ومحاربتها للإرهاب من خلال استراتيجية واضحة. نعم، وتحدثت عن هذا الخلاف اليوم بين مشيخات أو مشيخات قطر والوهابية في السعودية. دكتور حسام، إلى أي حد يمكن أو إلى أي مدى يمكن أن يصل هذا الصراع؟ هل من الممكن فعلا أن يتحول هذا النزاع إلى حرب حسب رؤية وزير الخارجية الألماني؟ يعني لا نستطيع أن نتكهن برأي عام. أعتقد أن حتى هذه اللحظة يعني الأمريكيون يريدون معاقبة قطر، ويبدو أن المعاقبة الغاية منها لرفض قطر دفع مزيد من الأموال والهبات لأمريكا. واضح على أن هناك شيئا ما قد طلب من قطر وهو أكبر من إرادة القطريين. أما الحديث على أن قطر تقف مع محور المقاومة وتدافع عن حزب الله، أعتقد أن هذا ذلك شيئا من ضرب الهباء في عرض الحائط. يعني بمعنى أن حزب الله والمقاومة لا تتوقف عند دفاع قطر، وإيران أيضا هي في كيانها وسيادتها ووجودها لن تمس سيادتها أو لن يمس سيادتها لمجرد وقوف قطر إلى جانبها. الأمر أكبر من ذلك، وهو هناك قضايا حتى هذه اللحظة لم تعلن بالضبط. المهم في الأمر أن خلاف الشياطين بدأ يتصاعد، وهذا الخلاف يدل على عدم انسجام بين محور الشيطان الذي يديره الولايات المتحدة الأمريكية وترامب اليوم. شكرا جزيلا لك الدكتور حسام شعيب، الكاتب المحلل السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق. أشكرك جزيل الشكر. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 8 فلسطينيين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. وكالة وفا الفلسطينية ذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 فلسطينيين بينهم شقيقان وفتى خلال اقتحامها ومداهمتها عددا من المنازل في بلدة صوريف ومخيم العروب والبلدة القديمة من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية. كما اعتقلت قوات الاحتلال أسيرا محررا من بلدة جيوس شرق مدينة قلقلية غرب الضفة الغربية أثناء توجهه إلى أرضه. استشهد شخصان وأصيب آخرون بجروح في تفجير إرهابي بسيارة مفخخة على طريق كركوك بغداد. قائم مقام قضاء الخالص في محافظة ديالى قال أن حصيلة انفجار السيارة المفخخة التي يقودها انتحاري قرب حاجز أمني على طريق كركوك بغداد في منطقة الصفرة شمال بعقوبة بلغت 2 و3 جرحى بينهم موظفون حكوميون، مضيفا أن التفجير أدى إلى إلحاق أضرار مادية في بعض كرفان جمرك الصفرة. هذه نشرة متواصلة معكم مشاهدينا وفيها. ماكرون يسعى لتعزيز شعبيته من خلال الانتخابات البرلمانية الفرنسية. أنجزت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع القوات الحليفة بعد ظهر أمس المرحلة الأولى من عملياتها العسكرية في البادية السورية، وتمكنت من الوصول إلى الحدود مع العراق الشقيق شمال شرق التنف. أهلا بكم من جديد.
شرعت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المغربية بحشد أنصارها لتنظيم حملة احتجاجية يصفها القائمون عليها بالعارمة في العاصمة الرباط دعما لحراك الريف المغربي. بتول حسين وتفاصيل. يواجه النظام المغربي قلاقل واضطرابات منذ أشهر عدة استمرارا للاحتجاجات في مدينة الحسيمة شمال المغرب والتي يقودها زعيم الحراك ناصر الزفزفاني. الحراك لم يقتصر على الحسيمة أو الريف المغربي، فعلى ما يبدو أنه سيمتد إلى عقر دار النظام المغربي الرباط بعد أن دعت جماعة العدل والإحسان الإسلامية أنصارها إلى التظاهرات دعما لحراك الريف المغربي. حشد العدل والإحسان يتزامن مع إعلان فيدرالية اليسار الديمقراطي التي تضم 3 أحزاب مضادة في إيديولوجيتها لفكر العدل والإحسان عن نيتها جمع مناصريها والخروج إلى الشارع وسط مخاوف من صدامات بين الجانبين نظرا للعداء التاريخي بينهما ومواجهات الجامعات التي لم ينسها المغاربة بعد. فيدرالية اليسار الديمقراطي أكدت أن حملتها سوف تقتصر على التنديد بقمع المتظاهرين السلميين ولا سيما في مدينة الحسيمة والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، لكن وسائل إعلام مغربية معارضة تحدثت عن نية بعض النقابات والجمعيات بما فيها بعض المنظمات المحظورة في المغرب الالتحاق بالمظاهرات والاحتجاجات. مراقبون ومتابعون للشأن المغربي يرون أن حملة الاحتجاجات المنتظرة في الرباط سوف تمثل فرصة لا تعوض للحركات الإسلامية لاستعراض قوتها في الشارع مستثمرة الامتعاض الشعبي وحراك الريف، ما يطرح تساؤلات عن قدرة النظام المغربي على احتواء التظاهرات التي قد تعم البلاد برمتها. إلى إيران، حيث دعا قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام آية الله علي خامنئي خلال لقائه حشدا من الشعراء والأدباء في طهران إلى إيصال حقيقة ما يجري من أحداث في سوريا والعراق إلى الناس. خامنئي قال إن الولايات المتحدة منيت بالهزيمة في العراق وأن الكثير من الناس لا يعرفون الهدف الذي دخلت من أجله إلى هذا البلد، داعيا إلى فضح الممارسات الغربية عن مجتمعات المنطقة مثل رقصة سيف الجاهلية الحديثة إلى جانب الجاهلية القبلية. نبقى في إيران، حيث اعتقلت قوات الأمن الإيرانية 6 أشخاص في محافظة كردستان غرب إيران على صلة بالاعتداءين الإرهابيين اللذين استهدفا مقر مجلس الشورى الإسلامي ومرقد الإمام الخميني الأسبوع الماضي. رئيس عدليات محافظة كردستان قال إن هؤلاء الأشخاص قيد الاعتقال حاليا وما زال عدد آخر قيد الملاحقة. توجه الناخبون في كوسوفو إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية مبكرة. وكالة رويترز ذكرت أن عدد الناخبين المسجلين يبلغ نحو 2 مليون نسمة، من بينهم نحو 500,000 ناخب يعيشون في الخارج. هذا وتمت الدعوة لانتخابات مبكرة في أيار الماضي عندما خسرت حكومة رئيس الوزراء عيسى مصطفى اقتراعا على الثقة واتهام المعارضة لها بالتقاعس عن تلبية تعهداتها بتحسين الظروف المعيشية في البلاد. إلى أفغانستان، حيث قتل عنصر من القوات الأفغانية الخاصة 3 جنود أمريكيين وأصاب 4 بجروح خلال عملية عسكرية مشتركة في ولاية نانغارهار شرق البلاد. واعترف البنتاغون بحصيلة القتلى من الجنود الأمريكيين، لافتا إلى أن تحقيقا فتح حول الهجوم الذي تبنته حركة طالبان الإرهابية، معلنة أن المنفذ هو أحد عناصرها الذي تسلل إلى صفوف القوات الخاصة في الجيش الأفغاني. وفي رواية أخرى، أوضح المتحدث باسم ولاية نانغارهار أن جنديا أفغانيا فتح النار على جنود أمريكيين في إقليم أشيين، ما أدى إلى مقتل جنديين فيما قتل الجندي الأفغاني. ويأتي هذا الهجوم في الوقت الذي تبحث فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن زيادة عدد القوات في أفغانستان.
قال مسؤولون في الشرطة ومكافحة الحرائق بألمانيا إن 37 شخصا بينهم 10 أطفال أصيبوا في حريق اندلع في مركز للمهاجرين في مدينة بريمن بشمال البلاد. متحدث باسم الشرطة ذكر أن الحريق بدأ في صندوق للقمامة في الطابق السفلي من المبنى الذي يضم أكثر من 100 مهاجر، مضيفا أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة سبب الحريق. وشهدت ألمانيا ارتفاعا كبيرا في أعمال العنف التي ينفذها اليمين المتطرف بعد تدفق أكثر من 1,000,000 مهاجر إلى البلاد خلال العامين الماضيين، وذلك وفقا للتقرير السنوي لوكالة المخابرات الداخلية الألمانية. أصيب 5 أشخاص على الأقل بحادث دهس وسط العاصمة الهولندية أمستردام قرب محطة السكك الحديدية الرئيسية. الشرطة الهولندية ذكرت أن 2 من الجرحى نقلوا إلى المستشفى، فيما تم علاج 3 آخرين في موقع الحادث، مشير إلى اعتقال السائق. وأوضحت الشرطة أن السائق كان متوقفا في مكان لا يسمح بالوقوف فيه، وانطلق مسرعا بسيارته عندما اقتربت الشرطة منه ليصطدم بحائط بعد دهسه مجموعة من المشاة، وأن السيارة تم تفتيشها كما تم استجواب السائق. انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية في كامل الأقاليم الفرنسية لاختيار نواب الجمعية الوطنية التي تعتبر الغرفة السفلى لبرلمان البلاد، من بين 7,877 مرشحا وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة. التفاصيل مع رنا حيدر. رغم صعوبة التكهن بنتائج الانتخابات البرلمانية الفرنسية، ولا سيما مع تنافس 7,882 مرشحا في المجمل على مقاعد الجمعية الوطنية، يتوقع منافسو حزب الجمهورية إلى الأمام حصول إيمانويل ماكرون على أغلبية تسمح له بإجراء الإصلاحات الموعودة في البلاد. استطلاعات للرأي تتوقع أن يتصدر حزب الجمهورية إلى الأمام الذي أسسه ماكرون في نيسان عام 2016 هذه الانتخابات، وأن يفوز هو وحليفه حزب الحركة الديمقراطية الذي يمثل يمين الوسط ب 30% من الأصوات في الجولة الأولى. كما بيّنت نتائج البحث الأولية أن يحصل حزب الجمهوريين المحافظ وحلفائه على نحو 20%، في حين قد يحصد حزب الجبهة الوطنية اليمينية بزعامة المرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبا نحو 17% من الأصوات ممن شملهم البحث. وكان مرشحو حزب ماكرون فازوا بعشرة من 11 دائرة انتخابية للمواطنين الفرنسيين المقيمين خارج البلاد، حيث جرى الاقتراع مبكرا في 3 و4 من حزيران الحالي. انتخاب أعضاء الجمعية الوطنية يتم على أساس نظام الأكثرية في الدوائر الفردية، وإذا لم يتجاوز أي من المرشحين 50% في الدورة الأولى يتأهل أول 2 تلقائيا إلى دورة ثانية، وذلك على غرار الذين يتخطون 12.5% من المسجلين حتى لو كانوا في المركز 3 أو 4، فيستطيعون المشاركة في الدورة الثانية. وفي هذه الدورة ينتخب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات أيا تكن نسبة المشاركة. انتخابات تجري وسط إجراءات أمنية مشددة، وذلك على خلفية سلسلة الهجمات الإرهابية في باريس في كانون الثاني عام 2015. لم تعد الاحتجاجات حكرا على مدينة الحسيمة في المغرب، بل تعدتها إلى الرباط. هاشتاغ رئيسية. تذكير بالعناوين. وحدات من الجيش توجه ضربات لتجمعات إرهابي داعش بدير الزور، وتحبط هجوما للتنظيم التكفيري على محور البانوراما.
أزمة مشيخات الخليج تتصاعد، وألمانيا تحذر من تحول النزاع إلى حرب. الجيش العراقي يقترب من تحرير كامل مدينة الموصل. ختام الرئيسية مشاهدينا، كل الشكر لكم أينما كنتم على طيب المتابعة. بأمان الله.